جبريه هانم والعريس مش في ايديها نازله السلام. زغرتي يا بنت منك ليه؟ بسم الله ما شاء الله. ارض معلك قدي. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يا لهوي امشي اطلعوا بره. كل ما تشوفينا يا جبريه مفيش في بوقك يا اختي غير امشي واطلعوا بره. بقى احنا جايين نبارك لك ونكبرك وجايبين لك معانا الصباحيه يا عروس. تطردينا يا اختي؟ لا تكونوا فاكرين اني مصدقاكم ومصدقه يعني انكم فرحانين من قلبكم ليا صح. لا 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 ايه ده؟ اوعي تكوني ان انت فاكره ان احنا جايين نشمت فيكي او نتريق عليك وانت حاطه الورد كده على الناحيه اليمين. طب اقول لك حاجه، والله يا اختي ده انا فرحانه لك كاني شاهد بنتي الصغيره دي هي اللي بتتجوز. يا لهوي يا لهوي على حنيه قلبك وطيبتك يا كريمه. يا اختي خليكي ليا. بس بسم الله ما شاء الله وش مدور بدر منور. انما العريس فين بقى؟ اكيد لسه نايم طبعا. ما هي امبارح كانت دخلته والنهارده صباحياته. زغرتي يا بنت. احلامي يا نعيم. بس طلعتي ايه؟ ميه من تحت تب. خدت الزغلول الكبير. قيمه وسيمه وارض. وقعتي واقفه يا جبريل. امال حسن فين؟ يا حسن! اكتم يا بنت. يلا يلا. خد الغوازه دي واطلعوا بره. في ايه يا وليه؟ ده انا عايزه ابارك له. هو مش برضه يبقى ابن العروسه؟ عايزين نوجب معاه. قلت بره. ما عايزاش اشوف خلقتكم العفشه. يا اختي عليكي. عارفه يا جبريه بعملتك دي انا ركبت فوق راس مروان. على فكره مروان عارف وهيجي هنا يتفرج عليكي وانتي لابسه التلي ونازله من الاوضه البامبي اللي فيها العريس. معرفش يا اختي بقى هيعمل معاكي ايه. مروان مات واتدفن. ولو طلع من تربته انا هدفنه تاني هو واي حد يدوس لي على طرف. يا كريمه ما انت ايدك في الموت على طول. يا وليه مش مكسوفه من نفسك ليه؟ ايه العيبه اللي عملتها؟ اتجوزت وماله؟ اتجوز كبير البلد العمده وقعدت في بيته وبقيت انا الكبيره عشان البيت اللي تقعد فيه جبريه يبقى هو البيت الكبير. يا كريمة قرحة وبكعة وعينيكي يتب فيها رصاصة. طب اعمل حساب لولادك، اعمل حساب لعبد الحكيم الله يرحمه اللي البلد كلها كانت بتحلف بحياته. بلاش كده وكده، اعمل حساب لأحفادك الصغيرين. يوه يا كريمة عيب عليكي بقى هتقعدي تبكتي فيها. خلاص يا اختي احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا جايين نبارك لها، دي عروسة. بقول لك يا جبري، عندي شويه حاجات كده كنت جايباها وانا عروسه ما لحقتش البسها لابنك، اجيبها لك؟ جري يا هشكة مش تهز لها شويه؟ طبعا. قشطه يا بيضه. يا وليه فضحتينا في وسط البلد، خليتي الكل يتمقلس ويتريق علينا، خليتي رقبتنا زي السمسمه. روحي الله يفضحك فضحت اللحمه في السوق زي ما فضحتينا. وماله؟ كل واحده فيكم ليها حساب معاها وهيجي يوم وصفيه. تحب نخرج؟ لا. طب ما تزعلش نفسك. بصراحة مروان ما بقتش عارفة أقول لك إيه. تزعل ولا ما تزعلش؟ تروح تقلب الدنيا ولا تعمل نفسك إنك مش واخد بالك؟ والله ما بقيت عارفة أقول لك إيه. بس كل اللي أنا عايزاه إن أنت تفضل معايا. أنا معاك يا زينة. لا أنت مش معايا يا مروان. عايزاني أعمل إيه؟ إيه المطلوب مني دلوقتي؟ لما اعرف انهم اتجوزت ودخلتها كانت امبارح اتحازم وارقص ولا اروح اجيب لها زفه وارقطها هي وجوزها واروح اجيب لها يومين في فندق عشان تقضي يومين حلوين؟ انا مش عايز اسمع اي كلام تاني. والله انا ما قصدي. ما حدش فينا كان قصده حاجه. لا انت قصدك ولا حسن كان قصده ولا ما كانش قصدي. كل اللي عملناه عملناه واحنا مغصوبين.
صحينا الصبح لقينا نفسنا بنعمل حجاب طالع عن ارادتنا، وكلنا مش واخدين بالنا واحنا بنقلل قيمه بعض، واحنا بنمرمط اسم العيله وكرامتها في الطين. اسالي اي حد فيهم دلوقتي انت عملت اللي عملته ده ليه؟ هيقول لك ما كانش قصدي. حبيبي انت تعبان واعصابك تعبانه. انا مش عايز اهدى، سيبيني في حالي. تعال هنا، تعال هنا، انت رايح فين؟ هروح البلد. انت لو نزلت دلوقتي انا هاجي وراك يا مروان، مش هسيبك. سيبيني في حالي يا زينب، سيبيني في حالي يا مروان. بعدي علشان خاطري يا مروان. الو، لو سمحت عايزه عربيه مخصوص، عايزه انزل الصعيد. عارفه يا فوزيه، انت لو كنت جيتي معانا وشفتيها يا اختي من كتر الضحك كان زمانك جالك الطلق وولدتي قبل ميعادك. اهو بصي، ده انا بحكي لك وانت بتضحكي. قولي يا اختي مش مكسوفه على سنها، دي اخت اخناتون ونفرتيتي. وعامله ايه بقى الاحمر والاخضر اللي عاملاه في نفسها ده؟ هي فاكره نفسها بنت بنوت وبتتجوز من اول وجديد؟ ده حاجه تكسف يا شيخه. يا كريمه يا كريمه، تهدي يا كريمه. يوه، جرالك ايه يا فوزي؟ هو انا كل ما اتكلم تقولي يا كريمه يا كريمه؟ انا برضو يا اختي اللي تهد، ولا الوليه دي اللي عايزه لها رصاصه ونخلص منها؟ اه والله جبريه دي قص الفساد، البلاوي كلها طالعه منها. بصي بقى، احنا لازم كلنا نتلم مع بعض كده، ومروان في وسطينا، واللي هيقوله ننفذه. بطل تنفخ في النار يا كريمه، عايزه تشعليها انت. وانا بورس عشان انفخ في النار؟ يا اختي هي مش عليله لوحدها، الوليه دي لازم تتهد ويبقى لها حدود. لازم مروان يروح يقول لها هدي اخرجي من الملاعب شويه يا جبريه. ما كانش هيقول لها كده، انا اللي هروح هقف قدامها بنفسي. الله، هنفضل ساكتين عليها لغايه امتى؟ قتلت عبد الله وانا سكت وكلكم سكتوا، وقتلت مرات مروان باللي في بطنها وكلكم سكتوا. بس يعني هو كان هيعمل ايه؟ هيروح يموت امه وينتقم منها؟ الناس تقول عليه ايه؟ كلنا سكتنا، حتى الناس كمان سكتت. لا، كبريه دي مش لازم يبقى لها حس في الدنيا خالص. هو احنا هنعيدهم من الاول تاني؟ طب اقول لك بقى على حاجه، مش بعيد ابدا على جبريه تكون هي اللي خطفت الواد ابن حسن. ما تبصليش البصه دي. ايوه، تلاقي جبريه بتقول في دماغها ايه يعني، انا متغاظه وقرفانه منهم، ويعني الواد ده ابن مفيده كانت شغال عندنا في البيت. جبريه دي مش لازم يبقى لها حس تاني في الدنيا ابدا.